أو يماري من المراء وهو الجدل. السفهاء السفه، السفهاء جمع سفيه، والسفه الخفة، من قولهم ثوب سفيه إذا كان خفيفا. فالسفيه هو خفيف العقل، فتجده يماري السفهاء فيكثر الجدال ويحب دائما أن يناقشهم وأن يناظرهم. نعم، إذا كان مقصوده دلالتهم على الحق وهدايتهم فهو مأجور بنيته الصالحة، لكن هو ليس له شيء إلا أن يبحث عمن يناقشه ويشتغل به. وتجده في بعض الأحيان إذا اعترض عليه السفيه يستجديه والعياذ بالله ويستخفه. ولذلك قال الله لنبيه: فاصبر إن وعد الله حق ولا يستخفنك الذين لا يوقنون. فالسفهاء والرعاع والذين لا يعبه بمثلهم يرفع العلم عنهم ولا يشتغل بهم، خاصة إذا غلب على ظنه أنه إذا ناظرهم أو جادلوه. في السفيه الجدل، نسأل الله العافية، مرض. إذا كان نسأل الله العافية والسلامة الإنسان ليس عنده إلا الجدل والتشكيك، وإذا جاءه الدليل لا ينصاع له، فقط المراد هو الجدل والنقاش، هذا من خفة عقله، لأن الأساس في المناظرة والمناقشة الوصول للحق. فإذا خرج عن هذا السنن إلى أمر آخر فهو سفيه ناقص العقل خفيف العقل، لأن العقل يعقل ويمنع عن مثل هذه الأمور.